بسم الله. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم بعض الاشياء السريعة. طبعا دي اداة ان انت تعمل سيلكت، يعني لو انت موجود دلوقتي في الامر ده وعمال ترسم وعايز تعمل سيلكت، تيجي هنا تبدأ تعمل سيلكت بالسهم دوت، تمام، وبيخرجك من الامر اللي انت موجود فيه ده، بيحط لي نقط، تمام، بيقول لي اختار المكان اللي عايز تحط فيه النقطة. فلو انت مشغل السناب هتلاقي بيعمل تجاذب مثلا مع النقطة ديت مع النقطة ديت، ممكن تحط أكتر من نقطة. أنت لو وقفت هنا شوية، تمام، وفضلت واقف هيبدأ يديك بعض الاختيارات، أكتر من نقطة، اكستراكت بوينت، كلوست بوينت، كلوست بوينت بتوين تو أوبجكت، تمام، يعني تختار مثلا اتنين أوبجكت، تمام، اختار مثلا بوينت دي وبوينت تانية، هو يبدأ يحط نقطة في المتصف بينهم. هنا دي الأمر الخاص بالبول لاين، لما تقف عليه شوية بيبدأ يجيب لك القائمة دي. اي حاجه موجود فيها علامه السهم الصغير دوت، تمام، بيبدا يجيب لي الاختيارات ديت، وتقدر الاختيارات دي تاخدها كده وتسحبها وتبدا تشتغل بيها. دي طرق كتير عشان ترسم بيها اللاين، يعني ممكن تقول له انا عايز ارسم سنجل لاين، تمام، وتقول له مثلا من هنا وتبدا تمشي، وممكن تكتب له الرقم اللي انت عايزه قد ايه، مثلا 200 مثلا، تمام، فيرسم لك ال 200 اللي انت عايزه، تمام، بيقول لي حدد الزاوية اللي انت عايز ترسمها، تمام، ممكن تقول له انا عايز ارسمها من ناحيتين، تمام، بص سلايد، تمام، فبيبدأ يرسمها لك بالشكل دوت. تقول له مثلا 200، تمام، وتدوس يروح هو ارسم لك الخط بالشكل دوت. هنا بتقول له انا عايز ارسم بول لاين اهوت، ممكن تقول له انا عايز المود بدل ما هو لاين يبقى ارك بالشكل دوت، الدايركشن، وممكن تقول له انا عايز ارسم لاين فروم ميد بوينت، يعني احدد نقطه وابدا ارسم الخط بالشكل دوت. كلها طرق بتسهل عليك الرسم. ممكن تقول له مثلا انا عايز بين اثنين كيرف يكون في كيرفين فترسم انت بينهم بول لاين رو بوينت، تكون عندك اكتر من نقطه، اهوت كيرف كيرف ده بوينت اهوت، بيقول لي سيلكت بوينت وبيلت كيرف، في الاخر بس انتر هو بيبدا يرسم بينهم. وبعد كده ده اوامر الكيرف اهوت، تبدا تاخد ده هنا مثلا بحيث ان انت هتكون فيه اكتر. عند اول واحد دوت بتبدا ترسم الـ اول نقطه مثلا وتاني نقطه، تمام، ما بيعتبرش الخط هيمر بتاني نقطه، لا بيمر من النقطه دي بس بتحدد شكل المسار، تمام، يعني مش كده، تمام. انا هنا لما دوست رايت كليك خرجت من امر، تمام، ولما تدوس البكره بيبدا يطلع لك الحاجات دي عشان مثلا تخفي عنصر، يعني ممكن تكون عامل سيلكت على بعض العناصر، تروح دايس بالبكره وتروح قايل له اخفي لي العناصر ديت يخفيها لك، تمام. ده بالنسبه للكيرف دوت، تمام، اهو مش بتمر بالنقطه دي، تخرج بتدوس رايت كليك هنا اقول له كيرف، هيخلي لي الكيرف بيعدي على النقطه اللي انت بترسمها، ده اختلاف بس بسيط بين الاثنين، تمام. دي كلها حاجات بيبقى مثلا عند سيرفيس يبدأ أرسم فيه، بيتحكم في سيرفيس، سكتش، ممكن تعمل سكتش اون بوريجن مش. لما نكون بنرسم الحاجات دي نبدأ هنشوفها مع بعض، تمام، بس هو بيديني اختيارات الأساس فيهم الاتنين دول. هنا هبدأ أقول له أنا عايز أرسم أرك، تمام، فبيقول لي حدد مثلا ستارت بوينت أهي، وبعد كده ممكن تقول له ثرو بوينت أو تدي له السنتر بتاعك او السنتر بتاعي، وابدا ارسم الارك بتاعي بالشكل ده، تمام. برضو في اختيارات موجوده، ممكن ترسم مثلا من خلال سنتر ستارت انجل، او تقول له ستارت اند بوينت، او ممكن تقول له ستارت اند، زي الاوتوكاد برضو كان عندنا نفس الاختيارات، ممكن تقول له ستارت اند وبعد كده تدي له الريدس بالشكل دوت. فكل دي اوامر ترسم بيها الارك بتاعك، تمام. وبعد كده هتلاقي امر ريكتانجل، ممكن ترسم ريكتانجل
من الستارت بوينت والنقطة المقابلة ليها، أو ترسم من المنتصف تمام، وتبدأ ترسم من الستيل بتاعك بالشكل دوت تمام، أو ممكن تخليها من خلال 3 نقط مثلا، نقطة اهيت نقطة اهيت مثلا، 3 نقط المستطيل اللي احنا عايزينه تمام، 3 بوينت أو سنتر كورنر، أو إن أنت تدير أول نقطة والنقطة المقابلة ليها. خلي بالك التجاذب بيسهل علينا شغل كتير أوي في الموضوع دوت. يعني عندي هنا ان انا اقدر ارسم برجن باكثر من طريقه، يعني ممكن احدد نقطه المركز المسافه بين نقطه المركز والنقطه اللي هي ابعد نقطه، او عمودي على الخط دوت، يعني ممكن اقول له مثلا من هنا واروح مديله ابعد نقطه تمام. ممكن احدد مكان ضلع، ممكن اقول له مثلا خليهم 6 اهي. ممكن نقول له لا ده احنا عايزينها بقى العكس، عمودي على المستطيل. برضه بيديك اختيارات، مثلا عايز ترسم على شكل النجمة مثلا ستارت اهي، وبعد كده تبدأ تحدد الشكل الداخلي هيبقى قد ايه تمام. وبرضه بتبدأ ترسم الكيرف بتاعك، في اكتر من طريقه عشان تعدل على الكيرف وترسم الكيرف مثلا بطرق سهله ومبسطه تمام. طيب خلينا نشوف مثلا امر زي امر اكسترود، بس خلينا نخش هنا في 3D تمام. لو انت عايز تلف بتدوس رايت كليك وتبدا تشتغل اهوت، علم عدو وقول له اكسترود، اكسترود كيرف ماشي، عمل هو الاكسترود، بحدد الارتفاع بتاعه بالشكل دوت تمام. وما دمت انا معلم عليه بيبدا بقى يجيب لي الخصائص بتاعتي موجود على الان لاير، فتقدر تختار الديسبلاي الباي لاير ديسبلاي، ممكن نخلي مثلا يلو مثلا، او خلينا نختار مثلا سيان. الخصائص هي الديتيلز، انا عايز اعرف الديتيلز بتاعته لو انت عايز تغير الماتيريال بتاعته، تقدر تحط له اي ماتيريال انت عايزها تمام. فدي بعض الاوامر. خلينا مثلا نشوف حاجه مثلا زي ترم مثلا، لو انا عندي خطين، خط اهوت ده قوس اهوت تمام، اركب لك عشان افهم الامر، وبعد كده هقول له انا عايز ارسم لاين. ممكن تستخدم امر ترم، ترم اهوت، وبعد كده بقول له انا عايز الخط دوت انتر، وبحدد الحاجه اللي عايز تقطع فهو يقطعها لي بشكل دوت. دي من اوامر التعديل. ممكن اي امر من اوامر الاوتوكاد تقريبا بتلاقيه موجود هنا، زي فيلت اكسترود الحاجات ديت، تقدر بكل سهوله ممكن تقول مثلا موف مثلا من هنا لهنا، تقدر تقول له انا عايز اعمل اكستند، تحدد الشكل دوت، وبعد كده تحدد الشكل دوت يروح مدى لك الخط زي ما انت شايف.